صباح جديد يجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا نهله. صباح الخير على حضراتكم. يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله. النهارده عندنا فقرتين. الفقره الاولى ايه؟ النهارده هنتكلم عن التشييد والبناء وحركه المعمار الكبيره جدا اللي شهدتها مصر على مدار السنوات السابقه واللي بلغت الذروه منها في 2019. هنتكلم عن اهم المشروعات اللي تمت على ارض مصر والمتوقع في الفتره الجايه. الدوله طبعا كانت عايزه تعمل خطه طموحه تزود بيها نسبه المعمور المصري وتطلعه من 7 ل 14%. كل المصريين تقريبا عايشين على شريط ضيق قوي على الوادي والدلتا. الدوله دلوقتي بتقتحم مجالات جديده، بتقتحم الصحراء في كل مكان، اقتحمت منطقه صعبه جدا مثلا زي هضبه الجلاله وعملت مكان رائع وبديع جدا ونشا عليه مجموعه من المصانع للرخام ومصانع اخرى بتصدر انتاجها للخارج، اقتحمت الساحل الشمالي ومنطقه العلمين الجديده، كتير جدا المناطق اللي ما كناش نتصور ان احنا ممكن نوصل لها قدرنا نوصل لها عن طريق شبكه طرق عملاقه بلغت اكثر من 8500 كيلومتر في انحاء مصر كلها. الدوله عامله حسابها انها تنشئ 14 مدينه جديده على نظام الجيل الرابع والمدن الذكية، وبالتالي هيكون هناك مدن حديثة للغاية، مدن بتراعي الاشتراطات الجمالية والبيئية وكمان الاتصالات الحديثة. مش بس ان احنا نروح ننتقل نعيش هناك وما يكونش في اي نوع من انواع الخدمات، ولكن دي هتبقى مدن متكاملة فيها زراعة وصناعة وسياحة وغيره. البلد اقتحمت مجال العشوائيات وحولت وجه مصر الى وجه اخر تماما، اقتحمت مجال الاسكان الاجتماعي والاقتصادي. عملنا ايه في 2019 وايه المرجو في 2020؟ ده هيكون محور حديثنا النهارده مع ضيفنا مهندس راضي محمدين عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء باذن الله. النهارده كمان الفقره الثانيه هتكون مع حضراتكم ازاي تامن حياتك على شبكات التواصل الاجتماعي او الانترنت، بمعنى اخر ان احنا حياتنا كلنا بقت موجوده على شبكات التواصل الاجتماعي، بنعرف اخبار بعض، بنتكلم مع بعض في جزء تاني من الحياه، وناس عملت ثروات هائله من خلال استغلالها واستخدامها لشبكات الانترنت عبر التسويق لهذه للمنتجات بتاعتهم على هذه الشبكات. طيب بيتخلل كل مرحله ان احنا بنعيشها على شبكات الانترنت او شبكات التواصل الاجتماعي دي بيبقى فيها خطوره، لانه في ناس بتخترق هذه الشبكات وبتقدر تخش تغير في بعض المعلومات، عمليات السرقه، انت بتشتغل النهارده بالكريدت كارد بتاعتك او الكارت الائتماني بتقدر تشتري بيه حاجات، في ناس ممكن تخترق ده فتعرف الرقم بتاعك وهكذا يعني. طبعا خصوصياتنا كلها للاسف شديد بقت موجوده في التليفون اللي في ايدينا، زي ما دايما بنقول وبناكد وبننبه انه اهم خصوصياتك واهم اسرارك كلها ما تبقاش موجوده على التليفون، صورك الخاصه، مكالماتك الخاصه، الحاجات دي كلها يا جماعه لازم تبقى حاجات خاصه نحتفظ بيها في مكان بعيد عن ثوره التكنولوجيا اللي موجوده. احنا كلنا مكشوفين لبعض للاسف الشديد، كلنا بنعرف اخبار بعض، لكن في الاخر احنا بنحس ان هي معلومه عاديه، بس لغيرنا هي مش معلومه عاديه للاسف يعني. فخلينا دايما نكون بنحتاط لهذه الامور، زي مثلا لما ينزل خبر قدامك مثلا على التليفون وتروح انت عامل له شير وما تاكدتش من هذا الخبر. طب انت ما تاكدتش ازاي؟ طب انا هعرف منين؟ طب انا بتاكد الخبر ده هياثر في كام شخص موجود في حياتنا؟ كل الكلام دوت وده مش هنبطل نتكلم فيه لانه بجد بيزداد يوم عن يوم بشكل رهيب، والتكنولوجيا بتتطور مش عايز اقول لكم كل يوم، ده بتتطور كل 5 دقائق. خلينا نعرف الجديد، خلينا نعرف ازاي نأمن ممتلكاتنا وازاي نشتري صح وازاي نتعامل صح على مواقع التواصل الاجتماعي مع الشركات اللي بنتعامل معاها عبر شبكة الانترنت. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفقرة اللي جاية بإذن الله مع حضراتكم، وهيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور محمد فرج الباحث القانوني في جرائم الانترنت. ان شاء الله بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم.